أمثلة على الحركة الدورانية. هذا السؤال يقول: يدور قمر حول محوره دورة كاملة خلال 27.3 يوم، إذن هذا زمن دوران القمر دورة كاملة حول محوره، إذن 27.3 يوم، ونصف قطر القمر هو 1.74 في 10^6 متر. المطلوب A زمن دوران القمر بوحدة الثواني، يعني نريد الزمن الدوري للقمر اللي هو زمن دوران زمن الدورة الواحدة بالثواني. إذا تساوي 27 يوم وثلاثة من عشرة، اليوم في 24 ساعة، 24 ساعة، الساعة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية، فيطلع لي هنا الناتج إذا ضربت هذول مع بعض، يطلع لي زمن الدوري للقمر أو زمن دوران القمر حول محوره دورة كاملة بالثواني. لو حسبناها نجد أنها تساوي 2.36 في 10^6 ثانية، يعني 2,360,000 ثانية. المطلوب بي السرعة الزاوية للقمر بوحدة راديان لكل ثانية. إذن السرعة الزاوية للقمر معناته السرعة الزاوية الأوميجا تساوي الإزاحة الزاوية، التغير في الإزاحة الزاوية على التغير في الزمن. نلاحظ أنه القمر يتم دورة كاملة خلال هذا الزمن، يتم دورة كاملة خلال هذا الزمن. إذا أتم دورة كاملة معناته قطع محيط، معناته أن المحيط اللي تحرك يعني تحرك القمر لكي، يعني نقطة على القمر تحركتها لكي يتم دورة كاملة، هي عبارة عن 2 باي على الإزاحة الزاوية اللي هي عفوا زمن هذه الدورة اللي 2.36 في 10^6، هذه بتساوي 2.66 في 10^6 سالب 6 في 10^6 راديان لكل ثانية. إذن هذه السرعة الزاوية للقمر. طيب المطلوب سي السرعة الخطية لصخرة على خط الاستواء للقمر، السرعة الخطية وليس السرعة الزاوية. إذن في صخرة على خط الاستواء بنحسب السرعة، يعني لو فرضنا أنه هذا خط الاستواء بنحسب السرعة الخطية لها. فعندي أنا السرعة الزاوية وعندي نص القطر، فلذلك تكون السرعة الخطية هي عبارة عن نصف القطر في السرعة الزاوية. إذن هذا يساوي نصف قطر القمر 1.74 في 10^6 مضروبة في السرعة الزاوية للقمر اللي 2.66 في 10^6 راديان لكل ثانية. هذه تساوي إذا ضربناهم في بعض 4.63 متر لكل ثانية. إذن بما أنها خطية بتصير وحدة القياس متر لكل ثانية. السرعة الزاوية وحدة قياسها راديان لكل ثانية، لأن نقيس زوايا المقطوعة خلال الزمن. المطلوب دي النسبة بين مقدار السرعة في سي، يعني سرعة الصخرة هذه، والسرعة الناتجة عن دوران الأرض لشخص يقف عند خط الاستواء، علما بأن سرعة الأرض عند خط الاستواء تساوي 464 متر لكل ثانية. النسبة بينهم، يعني النسبة بين هذه السرعة
اللي طلعناها والسرعة هذه. فالنسبة بينهم هي القسمة، هذا يكون في البسط، السرعة هذه تكون في البسط وهذا في المقام. فالسرعة الخطية للقمر، للصخرة على القمر، مقسومة على السرعة الخطية للشخص الذي على الأرض، كلهم عنده خط الاستواء. هذا يساوي هذا الرقم اللي هو السرعة الخطية للقمر، للصخرة على القمر 4.63، على السرعة الخطية عند خط الاستواء لشخص على الأرض اللي هي 446. فلو قسمناهم على بعض بنجد انهم يساوون تقريبا يساوون 1 من 100. يعني نقدر نقول انه سرعة الارض، سرعة الشخص اللي عند خط الاستواء لو قسمناه على سرعة الصخرة اللي على خط الاستواء في القمر بتساوي 100، اللي هي نفسها هذه او هذه. فلذلك انه سرعة الشخص الذي على الأرض عند خط الاستواء أسرع 100 مرة من سرعة الصخرة عند خط الاستواء على القمر، فهي أسرع 100 مرة. سؤال آخر، إذا كان قطر الكرة المستخدمة في فأرة الحاسوب 2 سنتيمتر وحركت الفأرة 12 سنتيمتر، فما الإزاحة الزاوية للكرة؟ إذا عندي قطر الكرة اللي هو قطرها 2 سنتيمتر، معناته نص قطرها يساوي 1 سنتيمتر. أيضا الحركة الخطية أو الإزاحة الخطية اللي تحركتها الفأرة هي 12 سنتيمتر. فالمطلوب الإزاحة الزاوية لهذه الكرة، المطلوب الإزاحة الزاوية. عندي إزاحة زاوية وعندي إزاحة خطية وعندي نص قطر، فنقدر نربطهم مع بعض. إذا الإزاحة الخطية تساوي نصف القطر في الإزاحة الزاوية. لاحظ هنا أن كل الوحدات بالسنتيمتر، فيمشي في هذا القانون. يعني هنا إذا عوضنا فيه بيصير سنتيمتر، وهنا بيصير أيضا سنتيمتر، السنتيمتر يروح مع السنتيمتر فما يأثر. لكن إذا اختلفت الوحدات فلا بد نحول إلى متر أو وحدة، أي وحدة حتى في السنتيمتر. في هذه المسألة يصلح أن نحل بالسنتيمتر ما يأثر، لكن ليس جميع المسائل، لازم تتأكد من الوحدات وتحولها إلى المتر. فإذا حولت هنا في المتر أو ما حولت ما راح يضر. فلذلك نقول أن الإزاحة الزاوية اللي تحركتها الفأرة هي 12 سنتيمتر تساوي نص قطر الكرة 1 سنتيمتر مضروبة في الإزاحة الزاوية. لاحظ أن السنتيمتر بيروح مع السنتيمتر إذا قسمنا عليه، فيبقى عندي أن الثيتا تساوي، أو الإزاحة الزاوية تساوي 12 راديان. في هذا السؤال، هل لكل جزء من أجزاء عقرب الدقائق الإزاحة الزاوية نفسها، وهل لها إزاحة خطية متماثلة؟ يعني لو كانت عندي هذه ساعة وهذا هو عقرب الدقائق، بأخذ أجزاء هذه، هذا جزء وهذا جزء، يعني نقاط على عقرب الدقائق. لو تحرك عقرب الدقائق إلى هنا، فهل النقطة هذه لما تتحرك من هنا إلى هنا هي نفس الحركة أو نفس الإزاحة، هذه الإزاحة الخطية هي نفس الإزاحة الخطية اللي تحركتها النقطة الثانية ونفس الإزاحة الخطية اللي تحركتها النقطة الأخيرة؟ هل هي فعلا الإزاحة الزاوية؟ طبعا الإزاحة الزاوية اللي تحركتها هذه النقاط هي الزاوية هذه ثيتا، فهل هي متساوية لجميع النقاط؟ هذه قطعت نفس الزاوية، هذه أيضا نفس الزاوية، ما تغيرت الزاوية، وهذه أيضا قطعت نفس الزاوية. فالإزاحة الزاوية نفسها، الإزاحة
الزاوية نفسها، ما تتغير لجميع الأجزاء. طيب خلينا نشوف الإزاحة الخطية. الإزاحة الخطية هنا لاحظ كيف، والإزاحة الخطية هنا أقل، الإزاحة الخطية هنا. إذا كل ما نقترب من المركز تقل عندي الإزاحة الخطية، بينما الإزاحة الزاوية لا تتغير. إذا الإزاحة الخطية مختلفة، تقل كلما قل نصف القطر، يعني المسافة هذه. يدور الملف الاسطواني في محرك الغسالة 635 دورة في الدقيقة، revolution per minute، يعني هذا معناته أنها تدور 635 دورة في الدقيقة الواحدة. وعند فتح غطاء الغسالة يتوقف المحرك عن الدوران، فإذا احتاج الملف 8 ثواني حتى يتوقف، فما التسارع الزاوي للملف الاسطواني؟ إذن عدد الدورات، يعني ما عندنا قانون ندخل فيه عدد الدورات، لكن من عدد الدورات نقدر نوجد السرعة الزاوية. إذا هذا عدد الدورات في الدقيقة الواحدة، نقدر نجيب يعني عدد الدورات اللي هو التردد، فهو يساوي 635 دورة في الدقيقة. إذا دورة في الدقيقة، احنا ما يعني ما يفيدنا التردد الزاوي، لكن يفيدنا السرعة الزاوية. السرعة الزاوية وهي عبارة عن 2 باي في التردد هذا. فهذا إذا عوضنا هنا، فالسرعة الزاوية تساوي 2 باي في 635 راديان، لكن بالدقيقة وليس بالثانية. إذا لازم نحول إلى ثواني، الدقائق نحولها إلى ثواني. فإيش نعمل عشان نحولها إلى ثواني؟ نقسم على 60، فيصير عندي السرعة الزاوية للملف الإسطواني يساوي 2 باي في 635 مقسوما على 60. الآن أصبحت راديان لكل ثانية، فالآن هي سرعة زاوية. إذا هذه السرعة الزاوية هي السرعة الزاوية النهائية اللي كان، عفوا الابتدائية اللي كان يتحرك فيها الجسم. السرعة النهائية، السرعة الزاوية النهائية يقول، قال هنا حتى يتوقف. إذا السرعة الزاوية النهائية هي صفر، وعندي زمن هذا التوقف، زمن التغير من هذه السرعة إلى هذه السرعة هو 8 ثواني. إذا أقدر أحسب التسارع الزاوي اللي هو ألفا يساوي السرعة الزاوية ناقص السرعة الزاوية النهائية ناقص السرعة الزاوية الابتدائية على دلتا تي اللي هو زمن تغير السرعة. فهذا يساوي السرعة النهائية صفر ناقص هذا المقدار اللي هو 2 باي، نقدر نحسبه مرة واحدة في الآلة، يعني هذا تقريبا يساوي، إذا قسمنا هذا على بعض يساوي تقريبا 66.46 راديان لكل ثانية. إذا هنا بيصير 66.46 على دلتا تي اللي هو الزمن 8، فهذا يساوي 8.3 راديان لكل ثانية تربيع، لأنه يصير هنا سالب هذا، يعني إذا طرحنا هذا بيصير بالسالب، وقسمنا هذا الرقم على 8 بيصير سالب 8.3 راديان لكل ثانية تربيع. هذا هو التسارع الزاوي. سؤال 9، يبدأ مسار لولبي للقرص مضغوط اللي هو السي دي على بعد 2.7 سنتيمتر من المركز، وينتهي على بعد 5.5 سنتيمتر من المركز، ويدور القرص بحيث تتغير السرعة الزاوية كلما زاد نصف القطر.
وتبقى السرعة الخطية ثابتة وتساوي 1.4 متر في الثانية. احسب السرعة الزاوية المتجهة للقرص بالراديان لكل ثانية، وأيضا بالريفوليوشن لكل منت، يعني دورة لكل دقيقة عند بداية المسار، أيضا السرعة الزاوية عند نهاية المسار، والتسارع الزاوي للقرص إذا كان زمن القراءة كامل 76 دقيقة. إذا هذا هو شكل القرص. إذا يبدأ الحركة من هنا، من على بعد 2.7 سنتيمتر، وبعدين يزيد يعني يتحرك حركة لولبية، يزيد نصف القطر إلى نهاية المسار اللي هو يبعد عن المركز 5.5 سنتيمتر. وهذا كله يعني الحركة هذه أو الزيادة في نصف القطر الجديد هي خلال 76 ثانية. وأيضا السرعة الخطية طوال الدوران ثابتة، مقدارها 1.4، بينما السرعة الزاوية تتغير السرعة الزاوية كلما زاد نصف القطر. بنشوف الآن السرعة الزاوية المتجهة للقرص بوحدة الراديان لكل ثانية عند بداية المسار، يعني هنا لما كان نصف القطر 2.7 سنتيمتر، فيكون عندي نصف القطر هو 2.7 سنتيمتر، نحولها إلى متر، معناته 2.7 في 10^2 متر. أيضا السرعة الخطية ثابتة وهي 1.4 متر لكل ثانية. لاحظ أني حولت هنا متر، لأن السرعة هنا بالمتر لكل ثانية، فما يجوز أني أعوض في السنتيمتر، لازم أحولها إلى متر. نبغى السرعة الزاوية عند نقطة البداية اللي لما كان نصف القطر 2.7، فتصير السرعة الزاوية عبارة عن، طبعا السرعة الخطية هي عبارة عن نصف القطر في السرعة الزاوية. هذا يعني أن السرعة الزاوية تساوي نقسم الطرفين على R، يروح الآر مع الآر، فهي عبارة عن السرعة الخطية على نصف القطر، فتساوي السرعة الخطية 1.4 مقسومة على نصف القطر اللي هو 2.7 في 10^2. فهذه تساوي 52 تقريبا، 52 راديان لكل ثانية. طيب نبغاها الآن عدد الدورات، يعني نبغاها بوحدة الريفوليوشن بير مينت، يعني عدد الدورات في الدقيقة. أولا نعرف أنه عدد الدورات اللي هو التردد يساوي 2 باي في السرعة الزاوية. إذا هذه السرعة الزاوية لو ضربتها ب2 باي بيعطيني ريفوليوشن، يعني عدد الدورات في الثانية الواحدة، نضربها في 60 يعطيني في الدقائق. فهذه تساوي 2 باي في 52، هذه تساوي 326 و56 من 100. الآن ريفوليوشن لكل ثانية، احنا نبغاها في الدقيقة، معناته نضربها في 60، فتساوي 326 و56 من 100 في 60، تصبح الآن تساوي، لو ضربناها في 60 تساوي 5 في 10^2، يعني 500 تقريبا. كم دقيقة؟ أو سوري، هنا الاف تساوي اوميجا على 2 باي، اوميجا على 2 باي، معناته هذه نقسمها على 2 باي، فيطلع هذا يساوي، إذن هذا نكتبه هنا، التردد يساوي السرعة الزاوية على 2 باي، السرعة الزاوية على 2 باي، يعني تساوي تقريبا لو قسمنا 52 إلى السرعة الزاوية على 2 باي 8.28 ريفوليوشن في الثانية. إذا 8 دورات و28 من 100 في الثانية، نبغاها في الدقيقة، معناته نضربها في 60، نضرب 8.28 من 100 في 60 عشان تتحول إلى دورة في الدقيقة، فتساوي تقريبا 500 دورة لكل ثانية. بالضبط هي تساوي 469.8 ريفوليوشن بير مينت، نقدر نخليها 500 في التقريب.
سوري، هذا هو، هذا الحل. طيب الحل هذا A، الحل B نبغى السرعة الزاوية عند نهاية المسار، يعني لما كان القطر 5.5 بالمثل نسوي، لكن بدل 2.7 نحط 5.5 ونحولها إلى متر، فيصير عندي السرعة الزاوية الآن، السرعة الزاوية عند نهاية المسار تساوي السرعة الخطية على نصف القطر. السرعة الخطية 1.4 ما تتغير، نصف القطر الآن أصبح 5.5 في 10^2 متر، إذا بيساوي 25 راديان لكل ثانية. نحولها إلى عدد الدورات، الريفوليوشن لكل دقيقة، فيصير عندي عدد الدورات هو يساوي السرعة النهائية، السرعة الزاوية النهائية على 2 باي، هذا بيساوي عندنا السرعة الزاوية 25 على 2 باي، هذه بتساوي 3.98 ريفوليوشن بير سكند لكل ثانية، عدد الدورات بالثانية الواحدة، عدد الدورات في دقيقة بيساوي عدد الدورات في الثانية، نضربها 60 في 60، هذه تساوي 238 و85 دورة لكل دقيقة. المطلوب سي التسارع الزاوي للقرص إذا كان زمن قراءته كاملا 76 دقيقة. 76 دقيقة هذه لازم نحولها إلى ثواني، والتسارع الزاوي هو عبارة عن السرعة النهائية هنا، السرعة الزاوية النهائية هنا ناقص السرعة الابتدائية، فهذه السرعة، هذه السرعة الابتدائية عند بداية المسار، وهذه السرعة النهائية عند نهاية المسار، نطرحهم من بعض ونقسمهم على زمن هذا التغير اللي هو 76 دقيقة، نحولها إلى متر فنكتبها هنا. إذن التسارع الزاوي يساوي السرعة الزاوية النهائية ناقص السرعة الزاوية الابتدائية على التغير في الزمن اللي هو 76 دقيقة. إذن السرعة النهائية اللي هي 25 راديان لكل ثانية، والسرعة الابتدائية اللي هي 52 راديان لكل ثانية. إذن 25 راديان لكل ثانية ناقص 52 راديان لكل ثانية على الزمن 76 دقيقة، نضربها في 60 اللي عشان تتحول إلى ثواني، فهذه تساوي ناقص 5.9 في 10^3 راديان لكل ثانية تربيع.